تخيلوا شحال شينت. تخيلوا معايا شينت 18 كيلو تقريبا، 18 قريب 19 كيلو. اماجن مازال لي 10 كيلو ونلحق لو بوا بارفي. بارفي 10 كيلو يعني تقريبا، لو بوا بارفي 70، دوكا راني 80. تخيلوا معايا من 98 كيلو تلحقوا ل 80 كيلو، سي با فاسيل. سي غراس على سليب لي درتها، غراس على ميرا كلينيك اللي قريبا جدا راح نحكي لكم عليهم. فوالا هادي كيفاش نتغلبوا على الخوف اللي مسيطرنا. انا واحده من الناس كنت عايشه في خوف، ما نفواياجيش باسكو نخاف ياذوني، ما نبانش في لي ريزو باسكو نخاف العين، ما نديرش كذا باسكو نخاف من فلان، ما ننفيستيش نخاف نخسر دراهم، ما نخدمش مع فلان نخاف على كاش حاجه تصرالي، ما نديرش تكميم نخاف نموت. الوغ لو سيكري اللي تعلمتو افيك لو طون، اي حاجه نخاف منها نواجهها ونديرها، وكل حاجه من مخاوفي واجهتها بدلت لي 90% من حياتي. 90% من حياتي تبدلت غير كتعلمت نواجه مخاوفي. كنت نخاف نخرج من دارنا، كنت نخاف نخرج من لا زون دو كونفور، كنت نخاف رغم نهار خرجت من لا زون دو كونفور وواجهت كلش ودرت كاع واش كنت نخاف. هي الخطوه الاولى باش تبدلي حياتك وتواجهي مخاوفك صعيبه، صعيب القرار، صعيب الخطوه، صعيب القوه اللي تكون عندك هذيك باش تكتسبيها صعيبه بزاف. انا باش لملمت روحي وقفت على رجليا وبدلت حياتي وحياه بزاف ناس معايا، ما كانتش سهله، ما كانتش سهله، كانت بالدم بالبكا بالميزيريا بالخوف بالقهر بالحقره بكاع واش تتخيلوا جوزتو، بصح بدلت حياتي وواجهت مخاوفي ودرت التكميم اغريسيد مثل لو ميم جوغ. اذا مت ربي يرحمني، المهم نتبدل نشيا نعاود نولي كيما كنت، المهم نشوف روحي شابه ونكون راضيه على ذاتي، ونهار تجي الموت ربي راهو كاتبها، نموت في لاكلينيك ولا نموت في اي مكان وزمان ربي راهو كاتب لي كيفاش نموت. يعني ريسكي دوك ونبدل حياتي، يعني نعيش طول عمري مذلوله وسمينه وناس قاعده تعايرني البقره. نخير كان عندي انصر. ركزي معايا، الحمد لله وجزاه الحمد، الحياه اللي راني عايشتها حاليا ما تعاودش. الحمد لله طول عمري وانا عايشه تحت جناح بابا، كنت عايشه كي كنت صغيره، كنت عايشه طول عمري وانا عايشه. ديري في بالك بلي الناس كاع راهي عايشه حياتها، كل واحد كيفاش راه عايشه. اذا راكي تقصدي تعاودي حياتك باش نعاود زواج، هذاك تقعد للمكتوب وتقعد بين يدينا ربي سبحانه، نهار يكتب مكتوبي هذيك هي. فور ذا مومنت ما نقدر نقول لك والو. هي مايا إنسانة متحررة، إنسانة تعتمد على نفسها، إنسانة شجاعة، إنسانة غيرت حياة شيماء 180 درجة، نقدر نقوله ولا 360 درجة كيما حبيتو. نقدر نقوله بلي مايا إنسانة جبل وما يهدو ريح، بصح شيماء فيها جزء كبير من الحنانة والطيبة وحب الخير للناس وحب خاوتها، فيها جزء من الطيبة، فيها جزء من الرحمة. مايا ما ترحمش، يطيح في يدها واحد تعفس عليها. دوك لازم لي كيفالون بيناتهم، لازم ندير اني كيليبغ بيناتهم. هذه الحاجة راني نتعلم ندير فيها دوكا، باسكو مايا وحدها واعرة شوية، انا مانيش نقدر لا. شريرة باغ كونطخ الجزء تاع شيما حنين بزاف ويسامح شوية. الو بالنسبه للترهلات بعد التكميم، انا واحده من الناس في عمري 25 سنه وماشي والده من قبل، يعني كرشي ما كانش طايحه كانت خارجه شويه، ومام هنايا جلابو تاعي مشدوده. انا حنا لي بغين ولا لي مات دو بو، لابو تاعنا جينيرالمون 80% ولا 90% من لابو تاعنا مشدوده سورتو حنا صغارات. تما مصر اللي ترهل ما طحت لي لابو تاعي، ما وجهي راه والله يبارك، ما الحمد لله مصر لله شو يقولوا لهذاك ارتخاء ولا ترهل ولا جسيبه
لا بوتي راهي بارفيت ميم لو كان نقدر نوريكم بركر شي كيفاش ولات اي تدخل مي ما راهيش الفورما هذيك الفورما تاع حوطه مي باغ كونتر ما راهيش تحت لي لابو تاعي خرجوا لي شويه لي فيرجاتور في لي كويس خفاف تاع تاع الشيانه سي اوتوماتيكمون كنت لبس 46 راني لبس 40 دونك سي نورمال مي باغ كونتر تراه ولات ما عنديش مي راني ندير لي زويل ولي كريم هيدراتونت باش يعاونوا لابو تاعي باش ما يخرجوش بزاف لي فيرجاتور. حاليا ما نقدرش نسافر حتى بعد رمضان للاسف راني خدامه هذاك ديجا راني روطارديت بزاف خدمتي على جال لي فواياج اي تو دونك جاريف با فواياجي ميتنون سورتو رمضان عندي بزاف خدمه دونك ما نقدرش نفواياجي حتى من رمضان تخيل شهرين وين شهرين ما نفواياجيش حتى حكم ديال القنطه ان شاء الله تو با بيان يدوز علينا شهر رمضان بالصحه والهنا صح رمضانكم على فونس قولي كش قضيان كش ما كنت شرو كش حانوت على ديكو تاع رمضان حبكم مازال ماشي توالو حنعاود كاع ديكو تاع الدار كومونديت ان بتي مبل جديد باسكو حنحي شوميني غمدني كارت منها حنحي شوميني كومونديت ان بتي مبل هكا داير لا تيلي وكومونديت دي غيرلاند سي تو مي الفوانيس ودوك الصوالح مازال قولوا لي لا فيسيل تاع رمضان دبروا عليا على بالكم البنات اني شهر برك ملي درت لوبيراسيون شهر يا ناس اما دون 3 mois سي ماما حاش تعرفوني حيت شوكاو ان شاء الله يا ربي باذن الله ربي يحفظ لي صحتي ان شاء الله تو فا بيان الحمد لله بور لو مومون تو تي بارفي الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي من نهار اوبيرات جامي تقيت جامي حكمني هذاك السطر الواعر جامي رحت للسبيطار ولا مرت كميم جامي مرت هكا قراب ولا يحكوا كانوا يخوفوني مرت كميم تولي تنصرعي مرت كميم تحكم كالانيمي مرت كميم تولي تقيي تولي تحكم كونستيباسيون تموتي كي تدخلي توالت والله 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 ملي دخلت ملي درت لوبيراسيون جامي حكمت كونستيباسيون جامي دخلت السبيطار جامي زعما صار لي حاجه دوك تحكمك المراره اكبر قاعده في الحياه تعلمتها جامي ما تسمعي راي مجرب ما تسمعي راي حتى واحد كل واحد رايو يديروا فيه فمو يغلق عليه ما سحقوا راي حتى واحد في حياتنا قاعده الحياه بالنسبه ليا راح نهضر في الموضوع لاخر مره في مواقع التواصل انا في رمضان هذا ندير برسك عام على لا سيباراسيون برسك عام على لا سيباراسيون ديروا في بالكم حاجه انت اللي تلقتو من قبل ولا جوزتو دي زيكسبيريونس إذا جاز عليك عام وما نسيتيش هذيك لا بيرسون وما تخطيتيش هذيك الاكسبيريونس العيانه في حياتك عمرك ولا راح تتخطي مشكل ولا ازمه وعمرك ما راح تافونسي وعمرك ما راح تكوني فخت ولا تكون عندك مكانه في المجتمع راح تقعدي تبكي على الاطلال وعايشه في الحزن والقهر وتقعدي تحوسي على الباسي وتنبشي وتنبشي في الاطلال وتبكي عليها الى يوم الدين عمرك ما راح ديري خطوه صواب في حياتك هاك انا دغنيغ فوا نعرف وحده صافي 3 ans ملي تلقات مازالها تحكي على الاكسبيريونس تاعها مازالها تبكي عليها مازالها قعدت نوحد فيها اذا ما تجاوزتيش اي خيبه ولا اي اكسبيريونس فاشله في حياتك عمرك ما راح تتجاوزي حاجه تقعدي تحت الصفر الى الابد سواء خدمه ما ساعدتك شوف شلتي فيها سواء بروجي دخلتي وخسرتي فيه سواء غلاسيون دخلتي ليها وخرجتي بطلاق ولا خرجتي بمشاكل ولا اذا ما تجاوزتيهاش بعد عام ولا نقولوا بعد 6 شهور خلاص ما عندي ما نقول لك تقدري تخدمي على روحك تقدري تخدمي على شخصيتك تقدري تدربي روحك تقدري تموتيفي روحك باش يوموفان باش تتقدمي تافونسي في حياتك سنو تقعدي دايما تحت الزيرو عمرك ما راح تافونسي تقعدي دايما عايشه في الباسي الناس قاع تافونسي تبني حياتها تبدا حاجات جداد دير دي بروجي منهم تقعدي في الزيرو قاعده في الحياه موفان انا عمري في حياتي ما شجعت مراه على الطلاق انا عندي بزاف بزاف معارفي وناس نعرفهم وصحاباتي حابين يطلقوا حابين يخو يبدلوا حياتهم حابين وحده كرهت من راجلها وحده ما ولاش تفاهم معاه وحده دائما نقول لهم السيتياسيون تاعك ما تسمح لكش تطلقي لافينيغ هادي اللي راكي تحلمي بها لو كان تطلقي والله عمرك ما راح تلحقي ليها انتيا بربع دراري ما راكيش قريه ما راكيش خدامه ما عندكش والدين ما عندكش دار تروحي ليها وتقولي لي نطلق ندي ولادي للزنقه
جامي ما خليك تطلقي، انت صحتي وجنسيس جنسيس تاليك باش تقعدي في دارك. اخذ انا كانت عندي واحد القاعده في راسي امنتها بلي لو كونسير دو سان بهذا الشر عليا وعليكم يا رب يحكم غير لي فام اجي، وانا يقدر يحكم اي مراه في العالم من سن البلوغ، وطلع كامل نساء العالم معرضين لسرطان الثدي بعيد الشر عليكم. تخيلوا معايا انا معلوج اجي بونسي ديريكتومون لو كونسير، غير لقيت اون بول هنا الفوقه في لو سان، غير لقيت لا بول قلت خلاص سي دو كونسير، وبورتون عندي دو كيست وما فقتلهمش، فقت الواحد الكبير، الصغير اللي جاي من تحت ما فقتلوش. قلت خلاص فيني، كنت في لا تونزاني دخلت للدار درت لي كود سكيلفو، فينالمون سي ان كيست سي دي فيبرون الحمد لله. سي بان حامد سرطان حامد ماشي خبيث، فوالا سي با ان كونسير الحمد لله يا ربي. مي قالوا لي لازمك اون شيرجي باش تنحيه باسكو لي اسي غران كبير. انا عندي هكا عيبات نعرفهم عندهم دي كيست او نيفو دو سان ولا في راسهم ولا في رقبتهم ولا في يديهم، نعرف بزاف عيبات. انا فتو لك انا مون بير الله يرحمه كان عنده واحد قد هناك في يدو، واحد في الجنو، واحد في رقبتو، خويا زكي تاع عنده في رقبتو سي نورمال. مي انا تعيت الموي لي غران سا مديرونج، كي هدرت مع شيرجي قال لازم تنحيه، وانا ما عنديش بزاف ملي درت عمليه التكميم غير ما درت انستيزي جينيرال، تما ما نقدرش ندير فتحت قلبي تاع الصح اليوم اللي نتا المقلب راه محمح حتى هضرتها بكاع. قال لي ما تقدريش ديري انستيزي جينيرال جوست ابري الاولانيه، وانا باش نعاود ندخل البلوك ونعاود ندير اوبيراسيون دوكا. هبلت بالبكان، قالوا لي لازم توبيري، هبلت درت ديبريسي يومين ما بنتش انستغرام، ان شاء الله دون كلكو مو نحيه كون ريحت شويه وفيها خير واللي فيها الخير ربي يجيبونا. هذاك لو مومون اللي لقيت فيه كيست خممت في النساء اللي عندهم كونسير مساكن، في نساء المرض، نساء اللي راهم في لي زوبيتو، وزيد المرض وزيد له الفقر. تخيلوا انت ولا انت يا بعيد شر عليكم مرض، ما تقدر تداوي روحك، ما تقدر تشري الدواء، ما تقدر دير لي زاناليز، ما تقدر تسافر وتداوي في الخارج. علاش انا بالنسبه ليا من بين اكبر مخاوفي في العالم وفي الدنيا وفي الحياه سيتي الفقر. الفقر يذل الانسان، اي انسان بصحيحته وقادر يخدم خدم يا اخي، خدمي يا اختي، ما تخليش روحك تمرضي وما تلقايش باش تداوي، ما تخليش روحك تطيحي وما تلقايش دورو في جيبك ينوضك. حسي انا كلينيك تمسخرت بيا برك، على جا لابيوبسي وعلى جا ليكو مامير بكيت الدم. اتخيلوا لو كان ما جاش عندي هذيك دقيقه باش ندير هذوك لي زاناليز ولا ليكو ولا سيتي با فاي. قلت لكم سيتي دور، هذيك الدقيقه اللي حسيت بها بلي عندي كونسير نسات على الدنيا المرض كاع مساكن جو بين عينيا، وزدت رحت لواحد لوبيتال باش ندير لابيوبسي. واحدة اون كوبين قالت لي روحي لتما ديرو كلا بيوبسي وما تطوش الريزولتا تاعهم. رحت ملي دخلت وانا نبكي حتى خرجت، بكيت مخ راسي قريب هبلت. هي الحمد لله ربي ما فيها غير الخير. انا حبيت نقولكم في هاد ستوري بلي اللي راهم مراض ولا اللي عندها اي حاجة وفاميلتها مراض ولا اي واحد عنده اون مالادي، كنقولو ربي شافيك، ربي شافيك وربي معاك، باسكو هذاك الخوف والقهر والمرض والسطر وعارين على الموت. الموت هي راحه، تعطي راحه تروح عند مولاك، بصح العذاب اللي قبل الموت هو اللي واعر واعر بزاف. اللي الله غالب عليه وعايش في فقر وماشي قادر يخدم وصحته ما تسمحلوش، سيتوياسيون ما تسمحلوش، ولا الله غالب عليه. بصح البنات صغارات اللي قدي ولا اللي صغار عليا، اذا راكي قريه بصحتك والديك مخلينك تخدمي، خدمي الليل مع النهار باش الى قدر الله عليك ولا والديك ولا خوتك ما تعيشيش طول عمرك في حرقه بلي ما قدرتيش تداويهم ولا ما قدرتيش تعاونيهم ولا ما قدرتيش تعاوني روحك. كوني عايشه حياتك سلطانه، مرات تداوي روحي، طح بابا نرفد بابا، بعيد الشرك نصره الوالديه ولا دارنا انا نرفدهم. ديري هاد المبدا في راسك، دايما عندك شويه دراهم دو كوتي تاع لعل وعسى، تاع المرض، تاع لي زورجونس، تاع كاش حاجه. هذه قاعده كبيره تعلمتها هاد لا بيريود،
دائما une petite somme مخبيه تاع on sait jamais هذه الدنيا c'est pas vrai.